أو بسا قيام بحقهم، هاي تعتمد برازيل لهم، أنا بدي فوق بحط من عنده. أوكي، الآن بدنا نفعل أو نكتب نطبع ماتت ولا ذكر كونستراكتور أول هاي A. طبعا ملوش ريتيرن داتا تايب، اوكي ام زي هيك، وبنحط في سي تساوي ام لانه بده ينسخ القيم صح ولا لا؟ ينسخ اللي نعديله وحطه وين؟ بالداتا ممبر للاوبجكت. بدنا نعرف فانكشن، هاي الفانكشن شو اسمها؟ هذا نختار على اسم بي تي يعني باس باي ريتيرن باي بوينتر او ريتيرن باي بوينتر، بدنا نرجع بوينتر. سو كيف بدنا نكتبها؟ نرجع للسنتاكس اللي قبل، هاي بوينتر ستار دي بوينتر، وبدي اعيد كير. هسه الفان نسميها بوينتر بي تي ار فان. ويل خليها ما بتاخذ ولا شيء. بدنا نحطها ريتيرن، وكيف بدنا نرجع بوينتر؟ أما هي مش بوينتر، هاي إشي عادي. بدنا نخلق بوينتر كير ستار بي تساوي the address of C return ستار، لا مش ستار بي، أنا فيش ستار بي بوينتر. هسا بنروح عمين بنجرب هاي الفانكشن. أولا بدنا نخلق object of class my a سميه x a، ونعدي له هاي الكاركتر g للكونستراكتور. هاي عبارة عن استدعاء مباشر لاحظ function signature، هذا هو شايفه، بس ان اسم الفانكشن مش موجود هون. فهذا استدعاء لمين؟ لهذا الكونستراكتور. اوكي، الان my a بدنا نخلق object اللي هو كير ستار بي ولا كيو تساوي، ما نستدعي الفانكشن اللي هي اكس اي بالاوبجكت، هذا indirect function call بي تي ار فان، ما بتاخذ ولا شيء. اللي همنا هون احنا المضاءمة، انه هاي بوينتر فهاي لازم ترجع بوينتر حتى هاي يصير مواهمة بينهم، بوينتر بوخ بوينتر. وهسا بدنا نطبع سي اوت كيو ادلاين، ولو نغير القيمة هون احنا عندنا جي بدنا نرجعها از ستار بي تساوي نرجعها ك في حرف بي، او نشوف انه طلعنا في. فنعمل رن هسا في عندنا غلطات هون،
اللي في السماء كان هون وين؟ هون. وبعدين الرن بس نطلع هون ويبقى كأنه في V هون وفي underscore H بس ما تزبط هذا العنوان نطلع هون يطلع لنا العنوان فراح نطلع هاي ستار حتى نطلع القيمة هاي هذي اتبعنا هذا الكود زي هيك هون نروح تكست بيست اوكي هسه بنروح لهون في القلم نبلش هون اول دائما نبلش بمين سو ماي اي اكس اي احنا خلقنا نروح على كلاس على داتا ممبر ف داتا ممبر هم اللي بيعملوا التمبلت سو اسم الاوبجكت ماي اي اكس اي اسم الاوبجكت اكس اي سو اكس اي فهون بدنا نعمل الطابعة او التمبلت اللي فيها هاي سي هاي خلقنا الأوبجكت فهسا بدنا نروح نديله قيمة القيمة وين بتصفي بإم سو هاي بتصفي هون عندنا سي القيمة هي جي وهاي فيها جي صفة فسي تساوي جي الانستراكشن اللي وراها هاي تم خلق الاوبجكت خلصنا من هاي كير كيو بس نروح نحط كيو هون اكس اي دب بي تي ار فان فبنروح وين هاي استدعاء لمين اندايركت فانكشن كول لبي تي ار فان هاي فبنروح لهون ما بتاخذ ولا اشي سو كير ستار بي تي ستار تساوي ادرس اوف سي هذا البوينتر اللي خلقناه نروح هون بي في ذا ادرس اوف سي هسا غيرنا هاي البي حطينا فيها من هاي البي هون خليها زي هيك سواء كنا نعمل زي اول هذا ال بي في ذا ادرس اوف سي هو هاي سي وفيها حاليا جي بعدين هاي تأشر هون وفيها ستار بي يعني هاي ريفرنس وهاي بوينتر بالنجمة ريفرنس يعني اسم آخر لها هسا حطينا بستار بي أمين هاي خلصنا منها هسا غيرنا القيمة ستار بي تساوي في سو هاي تغيرت راحت صارت بي حطينا الكوتس لها فاليو حطينا الكوتس هاي وهاي فاليو قيمة يعني return P هسا مين نعيد نعيد هذا البوت إذا الاستدعاء هسا هاي بدها تعيد بوينتر هذا بوينتر راح خلقنا بوينتر هون اسمه Q والQ بده يحط فيه ادرس وهاي القيمة اللي فيه ستار كيو هون نحط بيها هاي ادرس ادرس اوف بي سو بي في ادرس اوف سي بالاصل سو صار في ادرس اوف سي
هون address of C هون، وبصفي عندنا هون القيمة اللي فيه اللي هي مين؟ V هاي، لأن C هاي يعني هاي P و Q صاروا على نفس المكان، صار Q كمان صارت هون، هاي فيها C. هسا لما نعيد C فصفى هون عن V ثاني القيمة أو V اللي هون، فروح لهون أحسن، ف V C out Q صار Q اللي هي القيمة نطبع V، وهذا اللي طبعناه هون يعني بالكود، معناه إنه run ب. لاحظ، شكرا. اوكي هسا بدنا نرجع ريفرنس، الريفرنس كيف شكله؟ بنحط الهاي الامبرسنت اللي عندنا الرقم 7. بما ان رجعنا ريفرنس بدنا نغير هاي الى ريفرنس كمان اللي هي ستار بي. اوكي تذكر ان احنا بنسمي هاي ستار معناها زي الريفرنس، لأنه بالرسمة هون تتذكر إنه هاي بي هاي البوينتر، هذا البوينتر هون الرفرنس ومعين عسي، فعناته ستار بي هي اسم آخر أو رفرنس. تذكر لما نعمل مثلا int x تساوي 3 و int address of x يساوي address of z، على ان واحد يساوي x، و int the address of m يساوي z، فصاروا هذول x و m و z نفس المكان بالذاكرة، لأن أعطيناهم أسماء أخرى عايز يعني أكثر من اسم لنفس المكان في الذاكرة. ذاكرة هاي معناها الرفرنس، يعني زي شخص باسمين أو ثلاث أو أربعة أو مكان أكثر من اسم. اوكي هسا well تم نرجع لهون، غيرنا هاي لرفرنس لانه موجهين رفرنس هون، هاي بوينتر، البوينتر ياخذ رفرنس، اذا تتذكر انه عندنا ممكن نكتب سنتاكس زي هيك لبوينتر انت ستار بي تساوي the address of x، بمعنى آخر إنه أخذ reference، شايف؟ فإذا هاي صحيحة بنخليها كما هي، نروح نعمل run، صار عندنا غلطة، ك invalid conversion from care to care. احنا نرجع reference، assign a reference to a pointer، ليش invalid؟ pointer to fun، say هي ما هو الأول، هذا pointer وهذا غيرناه إلى هاي بتعيد pointer، هذا بتعيد reference، قبل شوية عملناها بوينتر. طيب شو المستقبل للرفرنس؟ well واحد ممكن يقول طبعا ما رفرنس، طبعا لازم نعمل مواقع هون تظبط.
وكمان بحكي لك invalid type argument of unary star have care. هاي سؤال هذا سي اوت كيوب عن ال هاي 23 هاي 23 well معناته هاي بدها تصير كيو هيك تبعها اعمل زي هيك ران وهي طبعا اوكي زي هاي صارت مثل هاي بالضبط بس لما حطيناها بوينتر طبعا البوينتر باخذ ريفرنس زي هيك ونطبع ستار كيو مقبلهاش اوكي بس ما بدك هاي هون زي هيك تشتغل نطبعها كقيمة زي هيك ريفرنس مش كويس هسا اذا بدنا نعيد فاليو هاي الفاليو ما بدهاش لا هاي بدنا نعيد فاليو بدون هاي هاي بتعيد فاليو بدون اي شيء هون هو هاي بتصير في كمان فاليو لانه هي ستار بي ونحطها هون كيو فاذا عملنا زي هيك هي اشتغلت لاحظ هاي كمان هي value مش pointer لو زرحنا النجمة زي هيك راح يصير خطأ هذا خطأ value ما هي reference plus it's a value يعني فيها value مش عنوان هاي it is داخلها القيمة إلى a value not an address like p p تحتوي على عنوان so start p on هي قيمة والمتتبع هو نفسه فنوقف كيف نرجع ريفرنس كيف نرجع بوينتر وكيف نرجع value من a function من اقتران inside the class have a good day